السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. في حلقة سابقة قبل كده اتكلمنا عن مجموعة النوبي، والنهاردة هنستكمل إيه الهدف من إنشاء المجموعة وإيه هي المجموعة. عشان كده معانا مؤسس المجموعة الأستاذ أحمد النوبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيكم. ومعانا للمرة الثانية طبعا المهندس أحمد علي، أهلا بيكم. أهلا وسهلا. ومعانا الأستاذ حسام الدين محمد عبد القادر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد طبعا حضرتك المؤسس، وطبعا ما حصلناش الشرف المرة اللي فاتت إن أنت كنت متواجد معانا، طبعا بشكرك إن أنت طبعا نورتنا. بس كان موجود معاك وأخويا محمد بدر. تمام هو سافر طبعا إيطاليا، بنتمنى له إنه إن شاء الله يرجع بالسلامة. إن شاء الله. عايزين بقى نتكلم السادة المشاهدين، عايزين نعرف مجموعة النوبي، إيه الهدف من إنشاء مجموعة النوبي؟ والله هو الهدف بسيط جدا، إحنا لقينا إن كل حياة في المجتمع بعيدة عن كتاب الله. بعيد عن كتاب المجتمع بعيد. يعني انا كنت ماشي في طريق ان انا اتعرف مع الاستاذ حسام، الاستاذ احمد، الاستاذ محمد بدر واشخاص تانية، كل واحد في حياته مشكله. تعرفتوا مع بعض عن طريق المجموعه؟ كنت لا قبل المجموعه. قبل المجموعه، قبل المجموعة. فكان كل واحد في حياته مشكله. لما جينا نعرض المشكله دي على اوامر الله عز وجل ونواهيه في كتاب الله، لقوا ان الموضوع سهل جدا، وكل واحد فيهم خرج من مشكلته بسهوله ومن غير اي مشاكل، وارتاح نفسيا ويعتبر حياتيا في قصه الحياه كامله. المشكله دي مشكله اجتماعيه ولا ايا يكن المشكله؟ ايا كانت مشكلتك، ايا كانت مشكلتك، القران مش سايب حاجه. القران مش سايب حاجه، القران دستور الانسان على الارض. كل حاجه هي الدوله مش ليها دستور تمشي بيه؟ تمام. دستور الانسان عشان يعيش على الارض بسلام القران. في كل شيء انت محتاج له. بس كل المشكله حاول ان انت تقرا رسالتك، هو نازل رساله. مش القرآن رسالة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. عشان يبلغوا الأمة. تمام؟ إحنا من بعده. الصحابة كانوا بيقروا الرسالة دي، كل واحد بيقرأها بمعرفته بطريقته، بيفهم رسالته، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له يفهمها، بيجي بعد كده بيقعد يتدبر، أنت فهمت الآية دي إزاي؟ أنا فهمت الآية دي إزاي؟ هو فهمها إزاي؟ تمام؟ بتوصل في آخر النقطة إن أنت فهمت رسالة ربك إليك إيه؟ تيجي تنفذها بقى في التنفيذ. تمام؟ تلاقي إن المقابل ليها زي ما رب العزة قال: إن شكرتم لأزيدنكم، هتشكر هتزيد. تمام؟ استغفروني وما انا معذبكم وانتم تستغفرون. لما تيجي تستغفر ربنا مش هتعذب، القصه هنا مش عذاب اخره. لا، الايه هنا خاصه بعذاب الدنيا، عذاب الدنيا في مشاكلك، انت مش مخلوق تتعذب. ولا مخلوق ان انا اكره دوت ولا احب دوت ولا كل ده مش موجود. كل ده ممكن تلاقيه برضا نفس. تمام؟ في كتاب الله، اقعد مع نفسك كده، قول نويت اقعد مع الله ساعه، خمس دقائق، نص ساعه من وقتك. وباي اسلوب يعجبك في القراءه. لان انت هنا مع الله عز وجل، اذا اراد عبد ان يحدثني فليقرا القران. هنا حديث الله اليك، ربنا اللي خلق العبد، صح كده؟ طيب هل في انتقادات توجهت لمجموعه النور؟ طبعا. زي ايه الانتقادات؟ يعني مثلا لما بنيجي نشرح وليكن سوره الناس، تمام، يجي يقول لك لا انت بتقرا ملفظ الكلام غلط. طب يا سيدي الفاضل، المعنى اللي ربنا قصد يوصله لي انا قلته غلط؟ يعني كل اعوذ برب الناس، ان انا بستعين بمين؟ بالله عز وجل. ما غيرتش المعنى، بس انا فهمته. انا مش قادر اقرا زي حضرتك بالشده وبالكسره وبالسكون، تمام، لكن بقراه على قدي. هل ممنوع عليا ان انا اقراه؟ لا طبعا، مش مكنون ممنوع، ومش ممنوع عليا ان انا افهمه، لان ربنا اللي بيعلمه، مش هنا، مش العبد او اللي معاه اعلى شهاده. بس لازم نجتهد. ايوه، في فرق بين دي وفي فرق ان انا ابعد خالص. ابعد خالص هوصل لمشاكل المجتمع دي كلها اللي انا فيها. يعني احنا كده ممكن، اللي انا استشفيته من كلام حضرتك، ان احنا بنتكلم ان احنا معظم المشاكل او كل المشاكل ليها حل في كتاب الله. بالظبط كده، تمام، هو ده الهدف. ان احنا عاوزين نوضح للناس بصوره، يعني ده اللي احنا وصلنا له فعلا. يعني ده اللي احنا وصلنا له فعلا. لما جينا قابلنا بقى مشاكل منفرده، ده يقول لي مشكلتي مثلا مرض معين، او ده مشكلته نفسيه في شيء معين، حتى من ضمن الكلام السحر والكلام ده كله، لقينا كنه حله بسيط جدا في القران، مش مستاهل الدوخه اللي الانسان فيها دي كلها. حل للسحر كله. طب ممكن نوضحه للساده المشاهدين، ايه الحل؟ ما فيش مشكله خالص. هنا نفهم بس الايه الاولانيه. هو ربنا عز وجل لما ذكر السحر في القران ذكره بناء عن ايه؟ تراث ولا تعليم؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هنا لا، رؤيه واضحه ان كان في الوقت ده في حوار كده مع سيدنا سليمان من الشياطين علشان يوقعوه. تمام؟ سيدنا سليمان ثبت، والشياطين هم اللي كفروا. يعلمون الناس السحر. هنا بقى نقف في النقطه دي. هو هيعلم الناس بناء عن ايه؟
إذن من الله عز وجل ولا النفس نفسها؟ يبقى كده النفس. عليك نور. نرجع بقى للنفس هنا نلاقي إنه يقول لك إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أصبح إن كل إنسان فيه خير والشر مع بعض مجتمعي. ولكن إداك كتابين، واحد على اليمين واحد على الشمال، أنت حر املأ اللي أنت عايز تملاه. لكن لما تتعثر اعرف إن ده بما كسبت يداك، مش ربنا ابتلاك بيه. تمام. لأن إحنا لما بنيجي نقول ربنا ابتلانا إحنا بنتهجم على الله عز وجل في كلام كتير قوي مش حقيقي. تقولون على الله ما لا تعلمون. وصلتك؟ وصلت يا محمد. الحمد لله رب. الحمد لله. أستاذ طيب. حسام بقى معنا وأستاذ محمد هم اللي يقدروا يستشفوا القصة دي. مهندس أحمد علي بقى. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الذكر. عايزين بقى نعرفه. طبعًا أنا برحب بيك بقى للمرة الثانية وإن أنت تاني مرة معانا. ده شرف لي أن أكون موجود معاك وده من فضل ربنا الحمد لله رب العالمين. والله أنا كنت وقفت عند سورة القمر فيها آية كررت كذا مرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ربنا سبحانه وتعالى لما حبيب يعاتبنا بيعاتبنا بأسلوب أنا بحبك أنا بحبكم أنا يسرت لك القرآن أنت ناوي تذكرني اذكروني أذكركم. عايز تذكرني عندك كذا نوع من الذكر، فروضك الخمسة المفروضة عليك، الصلوات اللي المفروضة عليك، قرآن. قرآن ربنا بيقول لك أنا يسرته لك. أنت ليه عايز تبعد عني؟ يعني ربنا من حبه، يعني أنا لما بحب أعاتب بني آدم بعاتبه يا أخي أنت مش عايز تقرب مني ليه؟ أنا مزعلك في حاجة أو أنا مضايقك في حاجة؟ مع إن كل حياتك كلها موجودة عنده، عند ربنا سبحانه وتعالى في كل آياته، في كل أحكامه، في كل يعني. انا بص انا الايه دي وقفت مع انا بص قعدت اشرح بيها كتير. يعني عتاب محب لحبيبه، عتاب محب لحبيبه. ولله المثل الاعلى. ربنا بيحبنا لان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا يقول انا مش معذبكم عشان خاطر ابعث ايه رسولي يعرفكم الصح فين والغلط فين، تمشوا عليه، امشوا على الدستور. الصلاه احنا فين من الصلاه؟ اذكروني اذكركم. فين الذكر اللي انت تقرب منه من ربنا؟ انت تصلي. انت ما بتصليش ليه؟ هل انت المايه اتمنعت عنك؟ ما حدش منع عنك مايه. هل انت اتمنع عنك ان انت تقف تصلي؟ لو انت منعت نفسك من الصلاه في الدنيا دلوقتي هتيجي يوم القيامه وريني تصلي ازاي؟ هتسجد ازاي؟ تركع ازاي؟ ربنا قال وحين يدعونا الى السجود فلا يستطيعون. انت اتامرت في الدنيا انت تسجد، جت في الاخره انت مش عايز تسجد، مش انك ما سكتش في الدنيا، ما تعودتش عليها في الدنيا. بس ممكن انتقاد يجي لحضرتك يقول لك انت مثلا ايه مش مؤهل للدعوه. حصل كتير ان هي مسؤوليه برضه. انا اقول لك على حاجه. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى كان حابب ان هو القران ده ورسالته كلها مش محدده على شخص واحد. ربنا بيقول نزلناه هدى ورحمة للعالمين، ما خصهاش بقى لا ليا لوحدي ولا خصها الأستاذ أحمد لوحده ولا خصها الأستاذ حسام ولا حضرتك ولا خصها لأي حد بخصوص معين. الرسالة دي إن أنا وأنت نقعد نفكر بعض، أنا وأنت بنفكر بعض. أنا لو بحبك بفكرك بالحاجة الحلوة. يا أخي أنت ليه مش عايز تيجي تشوفني؟ مش عايز تيجي تقرب مني؟ أو أنا مثلا قعدت معاك حضرتك ليه مش عايز تصلي؟ لو أنا بحبك عشان كده بفكرك باللي يقربك من ربنا. لان انا مفيش هدف شخصي مني وبيني وبينك غير ان انا عايز اقربك لله. بقول لك اقرا قران، انا هستفيد حاجه من ربنا لما انت تقرا قران؟ انت المستفيد مش انا المستفيد. لما تصلي ربنا لما بيحب بني ادم بيقول لما كلم سيدنا محمد وكان سيد عمه ابو جهل قال له معلش هو الاستفاده برضه تبقى استفاده مش في الدنيا تبقى استفاده في الاخره. يعني انت لو قلت لي برضه يبقى لك انا ولا كمثله ليه كمثله. انا عزك انت بس تقرب، خش بس تقرب من ربنا بس. ليه نخش مثلا ليه نفصل نفسنا زي ما قال الحاج احمد فنفس إنما سواها فألمها فجورها وتقواها. ليه أنت عايز تخش في الفجور؟ ما التقوى موجودة. إيه اللي بيقربك من ده واللي بيبعدك من ده؟ نفسك. أنا ما أنا فوقت في واحد بيقول لي كنت بقرا في آية فقريت حرف غلط. حاسب أقف عندك. إيه يا عم في إيه؟ ده دي في القراءة كده أنت قريتها غلط. طب كلمة ربنا
هي ايه الغلط فيها في اللي انا قلتها يعني في الشده وفي الكسره انا غلطت فيها ايه هي؟ ما هو بس احنا في احكام برضو يعني انا مش معترض معاك انا مش معترض معاك بس انا كلمه احكام دي وصلت ناس كتير بتقول لك لا انا عشان ما غلطش مش قاري ما هو مش هيقول لك حاسب بس حاسب وهيعلمك حاسب قال لي انا قريت قال بيعلمك بس بيعلمك بقى ايه بالفهم اللي هو فاهمه لكن احنا كلنا مسكنا دلوقتي كلنا مسكنا مع بعض في الاختلافات في الشده والكسره لكن احنا ما وقفناش على اختلاف مثلا في فهم معنى الايه نفسها تفسير نفسه من غير تفسير فهمت ايه من الايه ما حضرتك انا لما اقرا ايه انا فاهمها بشكل حضرتك تفهمها بشكل استاذ احمد فاهمها بشكل استاذ حسام فاهمها بشكل كل واحد فينا ليه استيعابه لما نجمع فكرنا ممكن كلنا نتجمع مثلا على فكره واحده فلما انا فهمته كده حضرتك فهمته بالطريقه دي كل واحد لنا فهمه ما هو ربنا ليه خلقنا مختلفين لان كل واحد فينا ليه عقليه هو بيفكر بيها بيفهم بيها ده بيختلف من بني ادم لبني ادم تاني طيب هنروح بقى للاستاذ حسام استاذ حسام بقى انت عضو في مجموعه النوبي عايز اعرف بقى تجربه عمليه انت ايه اللي انت استفدته من انضمامك للمجموعه بسم الله الرحمن الرحيم احب الاول ابدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله عليه وسلم معلش انا اسف بقى يعني الكلام حضرتك ان احنا مش عايزين نبدا ونقول او نوصل للناس يعني ايه مجموعه النوبي الهدف ايه بالظبط عشان ما حدش يفتكر ان الموضوع كبير ولا احنا مثلا اتجاهاتنا اتجاهات حاجه غلط او كده لا قدر الله احنا عشان عايزين نوضح, نوضح للناس بالظبط الكلام ايه احنا اتفقنا من المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت ان احنا مسلمين وبنقرا القران ما كناش بنقرا القران غير في شهر رمضان بس هتصدقني ان انا الاول ما قريت القران وكنت بحاول ان انا اختم وصلت عند سورة طه الكلام بقى يقف معايا ويتهته معايا قريت السورة ديت في أكتر من ساعتين ومش عارف أنا قلت الكلام صح ولا غلط بجد بيني وبين نفسي ومش فاهم حاجة من الكلام ده فبقى القرآن بالنسبة لي إن صعب بقى إن أنا أمسك الكتاب وأقرأ فيه تهتها خليني في الصور الصغيرة جزء عام على قدي طب أنا كبرت وفي عيالي وفي 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 وبرضه هو ده مازال الوضع بتاعي في طبعا كل واحد عندنا في مشاكل ربنا كرمني بالاستاذ احمد كان جار ليا في وقت من الاوقات في عز المشاكل ديت بدا ان هو يعني ايه يسندني ويبقى في ظهري ان ايه يعني ايه القران انت خايف منه ليه افتح الكتاب اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابدا شوف ربنا هيعمل معاك ايه كنت بدعي ربنا اصلي ركعتين وادعي ربنا يا رب وامسك الكتاب وافتح الحمد لله يا رب والله يبارك له ان هو اداني الدفعه دي لقيت ان القراءه بقت سهله لقيت ان انا بفهم وقت في وقت مش بفهم من اول مره لا في وقت بجد ربنا بيوضح لي لقيت ان سوره طه اللي انا كنت يعني بتهته فيها والكلام صعب بالنسبه لي لقيت ان اولها ربنا بيقول ما انزلنا عليك القران لتشقى نورت هنا معايا ما انزلنا عليك القران لتشقى لقيت نفسي لقيت خلاص وضحت الدنيا معايا انت ربنا ما بيقولش اقرا علشان تتعب اقرا وهتلاقي راحتك مش هتتعب وبدانا ان احنا نكمل في القرايه بدانا ان احنا نشوف ان القرايه دي بقت بالنسبه لي يعني لو اقول لك ممكن في اليوم بامر الله خمس اجزاء وست اجزاء وسبع اجزاء وعشر اجزاء في اليوم بعون الله ما كانتش بتحصل كانت حاجه بالنسبه لي جامده جدا ان انا اختم القران كده وخلاص فدي حاجه من عند ربنا هاجي بقى اقول طيب احنا المجموعه بتجتمع على ايه المجموعه لو اجتمعت يوميا او اسبوعيا او في وقت اللي احنا بنبقى فاضيين فيه بنجتمع بس انتم من محافظات مختلفه محافظات مختلفه ومع ذلك بيبقى في اجتماع بنجتمع بالتليفون بنجتمع بان احنا بنقول في سوره معينه نقراها بسم الله الرحمن الرحيم ده الكل اللي بيدخل معاكم في المجموعه احنا مع بعض المجموعه الواضح معانا ان احنا سبعه بس احنا بامر الله احنا اكتر من كده بكتير بامر الله احنا اكتر من كده بكتير بس الواضح في المجموعه ان احنا سبع افراد السبع افراد دول لما بنتجمع او المجموعه كلها لما بتتجمع تخيل لما ربنا بيمن عليك بنعمه انك بتفهم معنى كلمه ايه او معنى سوره لوحدك تخيل لو انت خدت المعنى ده باللي واصل للسبعه او للعدد اللي بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يزيدهم هيوصل لك ايه بعد كده هتفهم ايه من القران كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان في حديث ليه
بتكلم على ان القران ما نزلش مفسر للنبي، لاما كان خلاص هو كده، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام القران مفتوح، انت تفهم في العصر اللي انت موجود فيه والعصر اللي قبلنا والعصر اللي بعدنا. الايه اللي انت قريتها ديت في عصرك بتقول في عصرك مشاكلك دلوقتي ايه، في عصر النبي كانت ايه، في العصر اللي جاي بعد كده ايه. ففي فرق كبير جدا، ان ما فيش حد يجي يقول لك لا انت قلت الايه ديت انت فهمتها ازاي، لا انت فهمت افهمها زي ما ربنا اديها لك، دي رساله من ربنا، دي رساله ربك ليك. ممكن نتكلم عن مشكله واجهت حضرتك ولقيت الحل بتاعه؟ والله هو اكتر من مشاكل، يعني مشاكل كتير. مشكله واحده، مشكله واحده نتكلم عن الرزق. عن الرزق اللي هو شاغل امور، اللي هو شاغل كل البشر، اهم حاجه اكل العيش. انزل افتح المكتبه بتاعتي وافضل طول اليوم ببيع بخمس ست جنيهات، بخمسين ستين جنيه، مش هم دول اللي جايبين يعني ايجار المكان ولا ايجار المكان ولا مصاريفك ولا كهرباء وغاز فبتقفل وانت متضرر، ويا رب وانت يعني زي ايه الايه اللي بتقول في سوره الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله اللي هي لو قدر فيه لو قدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. يا حول الله يا رب، ازاي نقول ربي اهانني عشان قدر الله عليه رزقه مسك عليه رزقنا شويه؟ طب هو انت رجعت وقلت ان انت تزكيت بعد تكمله الصوره؟ فين الزكاه؟ فين الصدقه اللي بتطلعها؟ كل الرسل نزلوا بكتبهم ان صلي وزكي، صلي وتصدق. طب انت بتصلي والله يتقبل، طب فين تكمله؟ فين الصدقه اللي بتطلع ان ربنا مطلع قايل ان لما يخش لك جنيه في ليه 2.5%؟ يعني اسباب غلق الرزق بالظبط الصدقات. لازم نرجع نبص نراجع نفسنا في الصدقات. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيحتضر وجات له حمى، في الحمى اللي هم الموت والاحتضار، كان بيغمى عليه ويرجع تاني يقول يا عائشه ايه اللي موجود في البيت؟ اللي موجود يا رسول الله ثلاث دنانير. طب انت ليه ما بتطلعيهم؟ انت عايزاني اقابل ربنا وانا في لسه في بيت محمد ثلاث دنانير؟ الكلمه دي جامده، يعني ثلاث دنانير بيجيبوا ايه؟ والرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يعني الحمد لله هو اللي في الجنه ومستنينا بامر الله يا رب اكتبها لنا، خايف من ربه ان في بيته ثلاث دنانير ما تصدقش بيهم. طب هل قال يا ربي اهلي بعد مني هياكلوا ازاي ولا هيعيشوا ازاي وكده؟ توكل على الله، وربنا هو اللي خلقك وهو اللي خالقهم. فنبدا نفهم من الحته ديت ازاي ان الرزق على الله، بس انت اعمل اللي عليك. طيب بتواجهنا، واحنا طبعا بعد ما بدانا في المجموعه طبعا الناس كلها بتتكلم زي ما قلنا لحضرتك قبل كده، انا مش خريج ازهر ومش تعلمت القران في معهد او في جامعه أو, او 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 يعني غير مؤهل، غير مؤهل. بس هل ده يخليني ان انا ما اقدرش ان انا مثلا اقول لحضرتك افتح الكتاب واقرا كصديق كصاحب كمسلم؟ بالتالي ما يمنعش. هل لازم تقف لي وتقول لي انت لا انت دي الكسره ودي الشده وكده زي ما بنتكلم زي ما اخواتي بيتكلموا؟ بتهيألي مش هي دي اللي هقف عندها. لا، لازم كله يفتح الكتاب، كله يقرا، وكله هيشوف فعلا ربنا هيغير معاه بجد ان شاء الله. وامر الله طبعا. شرفتنا ونورتنا استاذ حسام، وطبعا يعني بعتذر لحضراتكم عن ضيق الوقت طبعا، معلش. استاذ احمد شرفتني ونورتني وتعبنا حضرتك معانا، اعذرنا واعذرنا برضو، بنعتذر لحضرتك عن اللي حصل طبعا. لا 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 لا، الحلقه لا السابقه ما شاء فعل، ده كله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى بيقدر المقادير. انت ليك وقت في الوقت دوت عشان في حد معين ممكن يسمعك. تمام. ممكن الحلقه دي كلها استفيد منها شخص واحد بس. تمام، بشكر حضرتك استاذ احمد علي باشمهندس، بشكر حضرتك جدا جدا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكر حضراتكم، هنخرج بس هنشوف تقرير جاي من محافظه الفيوم من قريه الصبيحي عن الصحفي بسيوني الصبيحي. طبعا بشكر كل من قام على هذا التقرير، هنشوف التقرير وهنرجع لحضراتكم، انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله، نحن الان من محافظه الفيوم وبالتحديد من مركز يوسف الصديق ومن قريه الصبيحي، حيث ولد ونشأ وتربى بسيوني الصبيحي. تعالوا معنا
لنتعرف من هو بسيون الصبيحي. ولد بسيون الصبيحي في شهر سبتمبر في عام 1977 في قريته الصبيحي، والتحق بمدرسة والي ميزار الابتدائية، ثم التحق بمدرسة والي ميزار الإعدادية، والتحق بعد ذلك بمدرسة الشواشنة الثانوية، ثم التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخرج من كلية الإعلام في عام 2001، وعمل في قسم التحقيقات ومندوبا لآخر ساعة في وزارتي الصحة والنقل. بنشكر أسرة برنامج هو المجتمع أستاذ عمر الجبيلي، وبنشكر حضراتكم على أنكم فكرتونا بالحاجة الجميلة اللي احنا شاهدناها في حياتنا، وإحنا معرفناش سيرته الذاتية ومعرفناش أفعال الخير اللي هو عملها مع الناس إلا بعد وفاته. ساب تاريخ 3000 سنة محدش فينا قادر ينساه. خدماته كانت مغطية على الكل، كان في منفعة للي يعرف اللي ما يعرفوش، البلد القرية وغير القرية وجوار القرية لحد المركز كله، كان يخدم اللي يعرف اللي ما يعرفوش. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأستاذ عمر الجبيلي وعلى مقدم البرنامج، كان مش لنفسه بس، كان للناس كلها، كان رجل مؤدب محترم من الرجالة اللي كانت بتعمل الخير وما تدورش عليه. ما كانش يقابلني يقول لي يا أستاذنا، يعني كلمة أستاذ محمد ما كانش بيقولها لي، كان دايما يقول يا أستاذنا الله يرحمه. بعد ما مات بدأت الناس تتكلم وتحكي عن المواقف اللي حصلت ليها من مرض وغيره، واهتمامهم أو اهتمام بسيوني بهذه الأفراد أو بالناس دي رغم أن ممكن ما يكونش من نفس العيلة خالص. خلال مشواره الصحفي بأخبار اليوم فترة تصل لتسع سنوات حصد فيها 9 جوائز. بسيوني كان نموذجا للشاب الناجح الطموح الخير والمتواضع، كان في خدمة أهل بلده ومركزه ومحافظته طوال الوقت. هو بالنسبة لبسيوني كان من ضمن الطموح عنده، أو كانت من ضمن الإنجازات اللي هو كان حابب يعملها، الجيل اللي كان طالع منه كان عاوز يأسس جيل فعلا يبقى يعني يقدر يتحمل مسؤولية دولة، مش أسرة. إنه كان إنسان لا كان متكبر ولا كان متعالى على حد، وكان بيعيش الواقع وأقل من الواقع، وكان بيتعامل مع الشخص اللي على قباله بمستوى الفكر بتاعه هو. الأستاذ بسيوني الصبيحي الله يرحمه ويسامحه كان شرف لمحافظة الفيوم عموم وللصحافة عموم، وكان يكفيه شرف إنه نال أكثر من 10 جوائز يعتبر مصرية وعالمية في المجال بتاعه كصحفي، ويعتبر قدم خدمات لمحافظة الفيوم ولوزارة الصحة عموما. كان شخصية خدومة خلوقة محترمة، لا كان عنده بيخدم خدمته ولا بيخطي خطوته قصاد اسمه معين.